نقول أسعد الله صباحك. صباح الخير. صباح الخير زملائي عبد العزيز وبنان، أهلا ومرحبا بكم وبكل مشاهدين صباح السعودية. طبعا نحييكم من هنا من المدينة المنورة عاصمة السياحة الإسلامية، والتي تشهد حراك ثقافي يتمثل في المؤتمرات والندوات وأيضا ورش العمل. ونحن متواجدون هنا في المدينة المنورة وتحديدا في جامعة طيبة وفي ورشة عمل عن الحرات والمخاطر البركانية بمنطقة المدينة المنورة. سنتعرف أكثر على هذه الورشة من خلال الدكتور عبد الله عمر باموسى، رئيس قسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة طيبة. صباح الخير دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا. طبعا احنا سعداء جدا ان نكون معكم في هذا الصباح الجميل وان تكون كاميرا الصباح السعوديه في هذه الفعاليه، فنتعرف على هذه الورشه اكثر. اهلا وسهلا. الورشه هي يعني عن الحرات البركانيه ومخاطرها، وطبعا زي ما تعرفين المدينه المنوره تغطيها الحرات في الجهه الجنوبيه الشرقيه، وتكونت يعني قبل حوالي أكثر من مليون سنة، وآخر واحد فيها يعني تكون اللي هو البركان التاريخي في القرن السادس الهجري، وذكر في كتب السير، وبالتالي يعني فيها بعض الأشياء اللي ما زالت تحتاج دراسة تشكل خطورة على المواطنين، أو من ناحية البناء ومن ناحية التمدد العمراني. جميل دكتور، طبعا اكيد هذه الورشه تنطلق من اهداف او من جمله اهداف التي نتعرف عليها. والله الهدف هو يعني جامعه الملك عبد العزيز ممثله في مركز هذه الورشه تنظم بين جامعه طيبه وجامعه الملك عبد العزيز. نعم، فهو مركز ابحاث المخاطر الجيولوجيه، كان عندهم بحث دولي مع جامعه في نيوزيلندا، جامعه اوكلاند، لمده 3 سنوات في عن الحرات وعن حركه الصهاره في باطن الارض. طبعا هم درسوا هذه الحرات لمدة 3 سنوات، وهم أحبوا أنه يعني يعرضوا النتائج للمختصين والمسؤولين في المدينة المنورة، حتى يعني يراعوا زي ما تقول يعني المخاطرها. طبعا اكيد ان هذه الورشه فيها مشاركين، من المشاركين في هذه الورشه؟ المشاركين هم مركز ابحاث المخاطر في الجيولوجيه في جامعه الملك عبد العزيز وقسم الجيولوجيا. نعم. طبعا من الاهداف الرئيسيه من خلال هذه الورشه ومن المستفيد منها؟ المستفيد منها هو المجتمع المحلي، من سواء اداره اسكان او الامانه او الدفاع المدني والجهات الاخرى ذات العلاقه، هي تطوير المدينه وغيرها من الجهات ايضا العسكريه، حتى يعني ايش يراعى معرفه تواجد هذه المخاطر الموجوده في الحرات. طبعا جهات كثيره تشارك، تعطيناها كلها اسماء يعني والمستفيده من هذه الورشه. والله هي حوالي يعني اكثر من 40 جهه، يعني وزاره الزراعه، الامانه، قياده المنطقه، حرس الحدود، الحرس الملكي، الحرس الوطني، الدفاع المدني، وغيرها كثير يعني حقيقة، لا وزارة الإسكان أيضا، فيعني كثير أكثر من 40 جهة، التلفزيون طبعا والإذاعة مشكورين. طبعا احنا جينا هنا بنعضد هذه الجهود الرائعة. طبعا بالنسبة للورشة يوم واحد أو عدة أيام؟ هي الورشة المحاضرات يوم واحد، واليوم الثاني حيكون نتعرف على برنامج الحفل. برنامج الحفل طبعا بعد الافتتاح وكلمة مدير جامعة الملك عبد العزيز الدكتور اليوبي وكلمة مدير جامعة طيبة عبد العزيز السراني، حيكون في كلمة لمدير مركز المخاطر الدكتور فيصل القحطاني، ثم بعد ذلك تبدأ المحاضرات العامة، محاضرة عن جيولوجية المدينة سوف أقدمها أنا إن شاء الله تعالى، وأيضا في محاضرة يقدمها الدكتور رشاد مفتي عن البراكين. بعدين حيكون في استراحة، بعدين بعد الاستراحة حيكون في عرض النتائج البحث، وبعد ذلك بعد في استراحة أخرى في الظهر، وبعد ذلك حيكون في مناقشة وتوصيات وختام. جميل. طبعا نبغى، قلت لك ورقة عمل في هذه الورشة نتعرف عليها، لعل نتعرف عليها مع المشاهدين. ورقة العمل هي عن جيولوجية المدينة المنورة.
والصخور التي فيها والأودية والمياه الجوفية وكيف تكونت وكيف نشأت هذه الورشة. وفي بعد ذلك طبعا ورشة ورقة عمل الدكتور رشاد مفتي عن الحرات بصفة عامة. أكيد في توصيات بتخرج منها من خلال المحاضرة. نعم بإذن الله، بعد الاستراحة الثانية بعد صلاة الظهر حيكون في لقاء مفتوح مع المسؤولين وتوصيات بإذن الله تعالى. جميل، لعلنا نرى أهمية هذه الورشة في وقتنا الحاضر. أهمية هذه الورشة هو يعني للتخطيط للمستقبل، يعني مراعاة الأشياء اللي موجودة في الحرة، الانتباه مثلا للمياه الجوفية، الانتباه للتمدد العمراني، أيضا دراسة الزلزالية الحرات يعني. فالحرات هذه يعني وإن كانت هي تظهر خامدة لكن لها يعني فيها نشاط قليل أو بسيط جدا زلزالي يتبع هذه الحرات. فهذه يعني هي أبرز الهدف، هو يعني زي ما نقول إيش، دراسة حالة الحرات، مخاطرها الجيولوجية، الهزات، هل فيها هزات ما فيها هزات، هل راح تشكل خطر في المستقبل، هل حيثور تثور هل ستحدث ثورات بركانية فيما بعد، وهكذا. طيب، هدف علمي يعني. هدف علمي، وان شاء الله هذه الورشه تحقق الهدف المنشود منها. كل الشكر دكتور عمر عبد الله عمر على هذا التواجد، شكرا لكم. الله يحفظ، الله يحفظ، شكرا لكم. شكرا لكم. زملائي عبد العزيز وبنان، طبعا كنا متواجدين هنا في ورشه عمل عن الحرات والمخاطر البركانيه بمنطقه المدينه المنوره، والتي تنظم برعايه من طبعا معالي مدير جامعه طيبه ومعالي مدير جامعه الملك عبد العزيز. من هذه الاجواء طبعا نودعكم من هنا من المدينه المنوره، وعوده مباشره لاستوديو صباح السعوديه في الرياض وللمتالقين عبد العزيز وبنان. الصوت والصوره لكم.